السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب كلكم تكونوا في احسن صحة واحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. مساء الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين. الحمد لله، جيت اول مرة اجي الاقي الغسالة فاضية مفيهاش حد، بس الدنيا حر قوي وشمس. عندنا غسيل كتير مطرح ما الشقة بتاعتنا غرقت والغسيل بتاعنا، فما شاء الله يعني بدل ما كنا بنغسل 3 غسالات الله اعلم هيبقوا قد ايه. في اخر الفيديو بقول لكم هيبقوا قد ايه. عايز جبت المسحوق دوت بس اللي بقدر اشيله. جبت المسحوق ده، عاوز اجيب الاريال واجيب حاجات تاني ونجيب بقى ثبت الغسيل. بس انا باجي الاول عشان اشوف الغساله فاضيه ولا لا، عشان ما اشيلش الغسيل وارجع بيه تاني. محمد ما بيرضاش يخليني اخلي الحاجه بره، يقول لي لا ما تخليش حاجتنا بره. فانا هتصل بيه خليه يجيب صابة الغسيل ويجي. حطيت هنا هو المسحوق والدوني اللي هو الحبوب البامبا ده، حلو الدوني اللي هو دوت بتحطيه في الغسالة كده. وده برضو المسحوق اللي هو السجيل اللي هو الهدوم بقى، الفرش السرير والكبرتات بغسلها بالاريال واوكسي، فدول لسه مجبتهمش. معرفش ايه الورق اللي محطوط في الغسالة ده، تانية غسالة الاقي فيها ورق. هنا برضه اهو الدوني حطيته، ونروح واروح اجيب بقى بقية الغسيل مع محمد واجي. يلا نروح نجيب الغسيل ونيجي. بس بصوا الشمس، شايفين الشمس؟ الشمس جميلة للي عاوز ينشر، بس للأسف احنا ما بننشرش. بصوا وشي بقى شكله عامل ازاي. خلاص روح انت امشي. ايوه الدنيا حر، خد معاك برميل. ما انا مش قادر اشيل الاثنين. هنشغل الغسالات، هنحط لها ال 175 بتشتغل على نص ساعة، والنشافة ساعة الا ربع. ال 175 دي الفلوس، والنشافة 150 ارخص. نشوفها كويس ايه متنضفة، في حاجات بسيطة. هتعملي على ايه؟ على المية الدافية. ثم جددوا الأعقاب، الأعقاب يقول لي أنت أنت هتخلص؟ 32 دقيقة هي شغلناها على المية الدافية، دي 4 اختيارات بتختار أنت وهي إيه؟ هما كلهم 32 دقيقة. هي مش شغالة؟ ودي التانية هي اشتغلت 32 دقيقة برضو. بس يعني كمان نص ساعة إن شاء الله نيجي نحط بقى الغسيل تاني. ربنا يسهل، يسهل الواحد حران. دي الكبرتات اهي اللي من ضمن الحاجات اللي غرقت لسه جداد ما اتفتحوش، الخضرة ودي بنفسجي. من ضمن الحاجة اللي غرقت طلعتهم من الاكياس عشان يتغسل. وادي الشنطة دي فيها الاشربات بتاعتي كلها، برضو حطيتهم في شنطة عشان اغسلهم. شايفين طقم السرير ده شكله جميل، كنت جايباه من مصر من 10 سنين وما فرشتوش لحد دلوقتي. شفتوا بقى، كنت جايباه من سوق غزة في 2013، اشتريته من سوق غزة. بص شكله عامل ازاي، دي الخدادية اهو. برضو من ضمن الحاجة اللي غرقت فهطلعه، حطيته في سبت الغسيل عشان يتغسل. وادي الملاية بتاعته اهي،
ده برضو الملاية اهي زيها زي الخدديات. والطقم ده، كانت مرات خالي جابته لي هدية لما نزلت السنة اللي فاتت، برضو ما اتغسلش. ادي الخددية بتاعته اهي، هنغسلهم بقى ونشوف. وفي حاجات، كل الحاجات اللي هتتغسل دي كلها جديدة ما استخدمتهاش، بس انا قلت ايه نخليهم يعني اغسلهم كلهم مرة واحدة. وبتوعنا احنا اللي هي الهدوم العادية بتاعتنا غسلتها لوحدها، كنت جايباهم السنة اللي فاتت من الوكالة قماش، وانا خيطته قماش من الوكالة وانا مخيطاه عند نفس الراجل اللي انا اشتريت منه القماش اهو، في الورد ده واللون ده، وفي احمر، بس الاحمر ما ببص عليها دلوقتي مش موجودة، فانا وديتها البيت هناك. لما نروح هناك ان شاء الله ابقى اجيبها. افتكر اتنين حمر عشان كنت عاملة كذا لون، الاحمر واللبني والاصفر، فمتهيألي الحمرة موجودة هناك، دي اللبني والصفرة. وادي الخدديات بتاعتهم اهم، والاكياس دي اكياس ليه المخدات، اكياس المخدات عشان انا هنا مفيش مخدات فما بستخدمهمش، بحوشهم عشان اوديهم مصر وبنسى اوديهم اهم. كل ادي السمون اهو، وادي الطقم التاني، وده الطقم كنت فرشاه في العيد، بس هنا ما عنديش انا مخدات، فطبعا ما بستخدمهمش، بستخدم الخدادية بس. بس ده اللي في الغسالة، اللي في الغسيل ده عجبني قوي. طبعا الشقة مكركبة ومرمي يمين وشمال الحاجات علشان خاطر الحاجة اللي اتغرقت، والحاجات ديت برضو من ضمن الحاجات اللي انا كنت جايباها جديدة، بس دول لقيتهم ما حصل لهمش حاجة فمش هغسلهم. بصوا جايينا برضو، محمد قال لي الاب دلوقتي بيقول لك فاضل قد ايه، 5 دقايق، 6 دقايق، 6 دقايق، يعني جايين بدري بتاع 7 دقايق. وجبنا الغسيل اللي الحاجات اللي اتغرقت، الحاجات دي كانت في الحمام وفي الطرقه. السجاده الكبيره هي اللي انا مش هقدر اغسلها، هي ما غرقتش، انا لميتها، هبقى اغسلها في البيت كده بمسحوق كده في البيت وخلاص، عشان ولا مفيش مكان اغسلها فيها، او مفيش شبيبه ولا بلاعه اللي انا اعمل، اللي انا يعني اعمل فيها الميه، الميه هتبقى كتير، وانا عندي مشكله في الاوتار والاعصاب بتاعت ايديا، لسه مخلصوش. شغلنا النشافات اهي، وبعدين ملينا الثلاث غسالات تاني، وخلاص مش هنغسل تاني عشان احنا الدنيا حر والواحد تعب. بس لما دول بقى ينشفوا اللي في النشافة نيجي نطلع اللي في الغسالة. اهو عشان النشافة، الغسالات خلاص التلاتة خلصوا، بس وادي النشافة هي خلصت، يبقى احنا غسلنا 6 غسالات ولسه فاضل حبة غسيل في البيت، دول بقى بغسلهم في وقت تاني عشان خلاص مش قادرة، ظهري وجعني والدنيا لسه سخنة والدنيا ضلمة، هي ضلمت. بس هنطلع الغسيل اللي في النشافة نحطه في الاثبات، وبعد كده نحط التاني في النشافة، وبعد ساعة نبقى نرجع نجيلهم تاني، يعني لسه قدامنا ساعة تاني. بس انا هخلص بقى الفيديو على كده واقول لكم ايه، ما تنسوش بقى لايكات كتير 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 عشان، وكومنتات حلوة بتاعتكم عشان انتوا بالكوا كتير ما بتعملوليش لايكات ولا كومنتات ولا بتشوفوا حتى الفيديوهات. يلا الحمد لله على كل حال. المفروض بدل اللندتين دول كانوا عملوا واحدة لندة واحدة مروحة. شغلنا النشافات اهي، وبعدين ملينا الثلاث غسالات تاني،
وخلاص مش هنغسل تاني عشان احنا الدنيا حر والواحد تعب. بس لما دول بقى ينشفوا اللي في النشافة نيجي نطلع اللي في الغسالة. ماشي.